موجز الأخبار مشاهدينا الكرام من قناة من القاهرة، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تختص باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضي مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقا لسياسات ومخططات الدولة في شبه جزيرة سيناء. وتختص اللجنة بتقنين الأوضاع القانونية لأراضي المشروع لاستخدامها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. سلم وزير الخارجية سامح شكري رئيس جنوب السودان سلفا كير في جوبا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مستهل جولة إفريقية تشمل كذلك كينيا. وناقش الجانبان عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تطورات مفاوضات سد النهضة والوضع في منطقة القرن الإفريقي، كما وقع على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين. من جهته أعرب سلفا كير عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر مع المجتمع الدولي لشرح طبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان، والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في بلاده. هذا ومن المقرر أن يتوجه شكري كذلك إلى نيروبي، حيث يلتقي مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ووزيري الخارجية والدفاع. عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واستعرض الاجتماع الخطة الاستثمارية للصندوق وتبرعات حملة سيناء غالية علينا التي تم إطلاقها مؤخرا. من جانبه عرض المدير المالي والإداري للصندوق تامر عبد الفتاح الموقف المالي للصندوق، موضحا أن الصندوق تلقى تبرعات بنحو 292 مليون جنيه ابتداء منذ مطلع العام وحتى 6 مارس الجاري، موضحا أن هناك مساهمات كبيرة من المصريين لدعم الحملة. افتتح اللواء السيد علي الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. ويضم المعرض الذي شهد افتتاحه بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر عددا من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر العديد من منتجات وإبداعات أعضاء جمعية المحاربين القدماء. قالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية السورية عثرت على ورشة تستخدم لصنع سلاح كيماوي في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة بغوطة دمشق. يأتي هذا في وقت اندلعت فيه مواجهات عنيفة بين ما أعلن فيه المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن حرب شوارع اندلعت في الغوطة الشرقية بعد مطالب بانفصال فيلق الرحمن عن جبهة النصرة الإرهابية. وأشار المركز إلى أن المعارك التي تشهدها شوارع الغوطة تعيق خروج المدنيين وتجبرهم على البحث عن مخابئ. هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ أول عملية إجلاء جماعي لمدنيين من الغوطة شملت 52 شخصا. أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل أكثر من 70 من ميليشيات الحوثي جراء غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وآليات عسكرية في مناطق مختلفة من الساحل الغربي. وأطال القصف الجوي مواقع الميليشيات في وادي زبيد والجراحي، بالإضافة إلى تدمير موقع عسكري للحوثيين داخل مطار الحديدة، فيما اضطرت الميليشيات الحوثية لنقل بعض جثث قتلاها إلى مستشفى العلف العسكري بالحديدة والبعض الآخر إلى محافظة إب.
نقلت مصادر إعلامية عن مصادر في الكونغرس الأمريكي أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تدرس نقل قاعدة العديد العسكرية الأمريكية من الدوحة إلى موقع آخر خارج قطر. وكشفت المصادر أن المطالب بنقل قاعدة العديد من الدوحة تأتي بعد إجراءات أمريكية اتخذتها تجاه قطر تتمثل في متابعة نظامها المصرفي بسبب التخوف من دعم الدوحة المنظمات الإرهابية، إضافة إلى مراقبة مشددة لتصرفاتها الدبلوماسية وعلاقاتها الخارجية. شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في تظاهرات حاشدة بمدينة برشلونة، دعت ذلك للمطالبة بتشكيل حكومة مصممة على المضي في انفصال الإقليم عن مدريد. وبحسب الشرطة البلدية فقد شارك 45 ألف شخص في التجمع الذي نظم تحت شعار الجمهورية الآن. يأتي ذلك في الوقت الذي توصل فيه الحزبان الرئيسيان بمعسكر إلى دعاة الاستقلال إلى اتفاق للمضي في الانفصال عن مملكة إسبانيا، حيث نص الاتفاق عن طرح مشروع دستور كاتالونيا على الاستفتاء. ختام الموجز مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.